أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد قاهر التتار بحي مصر الجديدة بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الدعوي الثقافي في ختام الأسبوع الدعوي الثقافي الذي نظمته وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. اليوم هو اليوم الختامي لهذا الأسبوع الدعوي الثقافي، ولقاؤنا اليوم مع خلق من الأخلاق الكريمة التي دعا إليها ديننا وإسلامنا الحنيف، وهو خلق الكرم. أيها الأحبة، يحدثنا في هذا اللقاء علمان من أعلام الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الشافي الشيخ، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمدي صالح عطية، مدرس علوم اللغة بكلية دار العلوم جامعة المنيا. معنا قارئاً فضيلة القارئ الشيخ الدكتور ماهر الفرماوي، ومبتهلاً فضيلة المبتهل الشيخ أحمد راشد. أيها الإخوة المؤمنون، يحضر معنا هذا اللقاء الدعوي الثقافي كوكبة من علماء وقادة وزارة الأوقاف، يتقدمهم فضيلة الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور منتصف محمود عبد المهيمن مدير الإدارات بمديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ عبد العزيز البنا المفتش بالأوقاف، وفضيلة الشيخ أحمد علم الدين المفتش أيضاً بهذه الإدارة التي يقع فيها مسجد قاهر التتار بحي مصر الجديدة بمدينة القاهرة. معنا جمع غفير من رواد هذا المسجد ومن محبي الثقافة والعلم، جاءوا ليستمعوا إلى القرآن الكريم، جاءوا ليستمعوا إلى كلمات العلم، جاءوا ليستمعوا إلى الأدعية والابتهالات. أيها الأحبة، ودوماً نبدأ اللقاء بأطيب الكلم وبأحلى الذكر بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور ماهر الفرماوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات
إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا فضيلة الشيخ الدكتور ماهر الفرماوي، وقد كانت خير بداية لهذا اللقاء الدعوي الثقافي في ختام الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تنظمه ونظمته وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة هنا في رحاب مسجد قاهر التتار بحي مصر الجديدة بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، وحسناً تفعل وزارة الأوقاف حيث خصصت عدة موضوعات تحدث فيها الأسبوع الثقافي
الدعوي تتناول أخلاق كريمة دعا إليها ديننا الإسلامي الحنيف وأمر بها المولى عز وجل وحث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. واليوم مع خلق الكرم الذي نبدأ أولى كلمات العلم فيه بفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الشافي الشيخ الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن جوده في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى نفسي إلى بابك حيلة، ولئن رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان جودك عن فقيرك يمنع. حاشا لجودك أن يقنط عاصيا، حاشا لجودك أن يقنط عاصيا. الفضل أجزل والمواهب أوسع. ثم الصلاة على النبي وآله خير الأنام ومن به نتشفع. وبعد استئذاني من حضرة النبي الصاحب الأول لهذا المقام، أقول وما توفيقي إلا بالله. معاشر السادة، حياكم الله تبارك وتعالى وحيا خطاكم ومسعاكم، ونسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أنه كما جمع بيننا هنا في الدنيا على طاعته أن يجمع بيننا يوم القيامة هناك في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، تحية لوزارة الأوقاف التي أعادت لمتنا وجمعنا حول كتاب الله تبارك وتعالى، علمتنا من جديد أن المسجد هو نقطة الانطلاق لكل تقدم ورقي وانضباط. فجزى الله تبارك وتعالى كلا باسمه من نظر وأطر وقام على مثل هذه اللقاءات. وتحية خاصة لمقرئ الليلة الدكتور الذي أمتعنا بهذا الصوت الندي، ودايما بيقولوا مصر ولادة فيها من الأصوات الندية، ما الله تبارك وتعالى يجزيهم بها عنه خيرا. هنتكلم عن صفة الكرم. والأخلاق في الإسلام على نوعين، صفات محمودة وصفات مذمومة. الصفات المحمودة يؤكد عليها القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدي الناس بها ليتمسكوا بها. والصفات المذمومة يوضحها أيضا القرآن الكريم وتوضحها سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتوخيها والابتعاد عنها. هناك صفات يشاركنا فيها الله تبارك وتعالى، يعني في صفات إحنا مأمورين بها، وهناك صفات مش بس شاركنا فيها الله بل سابقنا وسبقنا إليها الله تبارك وتعالى. من ضمن هذه الصفات مثلا زي الشهادة لله عز وجل. من أول من شهد لله؟ الله نفسه. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. من أول من صلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ربنا نفسه. إن الله وملائكته
يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ما تصلوا على سيدنا النبي. لما يقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة، مش المقصود صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب، فهذه صلوات شاركه فيها المليارات لغاية يوم القيامة. إنما يعني النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة التي صلاها ربنا عليه في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي. من هذه الصفات التي سبقنا الله إليها هي صفة الكرم. ربنا سبحانه وتعالى كريم، وسيدنا النبي أيضاً كريم، ولذلك من المقولات المأثورة الله تبارك وتعالى أو رسول الله كريم والله أكرمه، فهل فقير بين الكريمين يضيع حقه ولا يضام ولا يطرد؟ نحن بين كريمين، بين كرم الله وكرم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبيعي أن تكرم من أحببت، أنت بتحب واحد فتكرمه، ده شيء عادي. وكل ما يزداد حبك له كل ما تزداد مظاهر الكرم لي. إنما أن تكرم من لا تحب ده مستوى راقي من الأخلاق، مش كده ولا إيه؟ إن أنت تحارب نفسك وتكرم واحد أنت من تشطيئه ده مستوى عالي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة على قريب كاشح أو على ذي رحم كاشح. يعني إيه؟ يعني واحد قريب منك مش مدي لك وش، كل ما تعزمه كل ما تدي له هدية كل ما تقدره أنت بتعمل حاجة يا عم، وأنت فين اللي جاي؟ إحنا شفنا منك حاجة أهو. أحسن واحد تشتغل عليه وتاخد من وراه حسنات هذا النموذج، لأن أنت هنا ما بتعملش حد أبداً غير ربنا سبحانه وتعالى. ما أنت شايف الناس، تلاشت الناس من نظراتك، مش كده ولا إيه؟ هقول لكم قصة جميلة عن ستنا السيدة عائشة، وأنا مش هطول على حضراتكم عشان نستفيد وحضراتكم من الدكتور محمد. ستنا السيدة عائشة كان عندها خادم اسمه معروف. اسمه إيه؟ معروف. كان شغلانة معروف ده كان غلام صغير كده، تقول له يا معروف خد الصدقة دي وديها للبيت الفلاني، يقول لها حاضر. ياخد الصدقة ويوديها للبيت الفلاني، تقول له وانظر ماذا يقول يا معروف. اوعى تمشي غير لما تسمع منه هو بيقول ايه. حاضر. يروح سيدنا معروف غلام السيدة عائشة وغلام أم سلمة أيضا، ياخد الصدقة من ستنا السيدة عائشة يروح يوديها للبيت الفلاني. الرجل اللي ياخد الصدقة من أدبه يقول اللهم اغفر لها وارحمها ووسع، عادي يعني كرم برضه في الايه؟ في الدعاء. فيرجع سيدنا معروف هو صغير يعني، فالسيدة عائشة ادت له المبلغ. ماذا قال؟ قال دعا لك يا 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 أم المؤمنين. طب قال ايه؟ قال كذا وكذا وكذا وكذا. فتقوم السيدة عائشة تتجه كده إلى القبلة تقول اللهم اغفر له، زي ما دعا بالظبط، اللهم اغفر له ووسع رزقه وبارك له في رزقي وبارك له في عمر. نفس الدعوات اللي نقلها معروف تدعو بها السيدة عائشة لمن أخذ الصدقة. فسيدنا معروف واقف مش مستوعب يقول لها ليه يا ستنا يعني تتعب ليه كده؟ أمرتي بصدقة فأعطيناه. الراجل دعا لك من حسن أخلاق فلماذا تدعين أنت له أيضا وبنفس الدعاء؟ تقول له يا معروف دعوة بدعوة حتى تخلص صدقتنا لله. مش عايز حد يكون بينها وبين ربنا سبحانه وتعالى. دعوة هو دعانا احنا دعيناه. الصدقة بقى اللي انا مديها له مش عشان حتى يدعي لي، انا شايفة ربنا سبحانه وتعالى. فسيدنا النبي يقول افضل الصدقة ما كانت على ذي رحم كاشح. هتكلم عن كرم الله عز وجل على العصاة وعلى المذنبين، مش على حضراتكم انتوا الحمد لله من اهل المساجد، عشان اقول لكم ان ربنا سبحانه وتعالى كريم حتى مع العصاة. لان ربنا سبحانه وتعالى عندما يكره لا يكره الشخص، وسيدنا النبي علمنا ان احنا لما نكره لا نكره الشخص، نكره العمل، نكره العمل. لا يحب الله الجهر بالسوء.
ولا يرضى لعباده الكفر، حتى لما قال ربنا سبحانه وتعالى إن الله لا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين من أجل كفرهم ومن أجل ظلمهم. وكثير من الصحابة كانوا على غير دين الله، وأول ما دخلوا دين ربنا سبحانه وتعالى كان يتلقى أخوه ويقول له تزوج إحدى زوجتي هاتين، أليس كذلك؟ يبقى إحنا ما بنكرهش الشخص لذاته، إحنا نكره المعصية ونكره الذنب لكن لا نكره الشخص. فربنا سبحانه وتعالى كريم حتى على المذنب. من صور كرم الله على المذنبين أولا أنه يستر عليهم، ده أول كرم لله عز وجل، يستر على المذنب. هل رأيتم أحدا يفضحه الله من أول مرة؟ إحنا كلنا كده، كلنا مذنبين. يقولون لو أن للذنب رائحة لما أطاق بعضنا أن يسلم على بعض، لكن إحنا ماشيين بإيه؟ بستر ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك لما رفع إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب واحد شرب الخمر، فالرجل وقف عند أمير المؤمنين وقال له يا أمير المؤمنين سامحني، ده أنا أول مرة أشرب الخمر. قال له لا، لأن الله تبارك وتعالى لا يفضح من أول مرة، نظام ربنا كده. حد فينا فضح ربنا كتير؟ كلنا عملنا المعصية وكثير هنعمل معصية، دي سنة ربنا سبحانه وتعالى. بس أحسن صفة بينعم عليها بينا ربنا سبحانه وتعالى هي أن الله تبارك وتعالى يستر حتى المذنبين، حتى العصاة يتمتعون بستر الله تبارك وتعالى له، وده كرم كبير من عند ربنا سبحانه وتعالى. من صور كرم الله تبارك وتعالى للمذنبين إنه شوف لما تيجي تقرأ الآية اللي بربنا سبحانه وتعالى بيسجل عليك المعاصي، شوف كرمه، إن الحسنة بعشر حسنات إنما السيئة بسيئة واحدة. ده مش بس كده، ده أول ما تعمل الحسنة يبادر الملك بكتابتها. طب وأول ما بتعمل السيئة ربنا مديله قرارات وفرمانات، استنى يمكن يتوب. أنا بتكلم عن كرم الله للمذنبين العاصين، فما بالكم بأولياء الله تبارك وتعالى. شوفوا ربنا لما يقول كراما كاتبين، يعني إيه كراما كاتبين؟ عندما يكتبون الحسنات يكون بالكرم العشرة والعشرين، والله يضاعف لمن يشاء. لكن عندما يفعل السيئات لك يعلمون ما تفعلون، بس يعلم ممكن يستدعيها بعد كده لو انت كررت الذنب، وقد يسترها الله تبارك وتعالى عليك. وروت كتب السنة كثير من النماذج يوم القيامة أن الله تبارك وتعالى يقرب العبد ويضع عليه كنفة ويدخله الجنة، فالعبد يقول يا رب ده أنا مذنب، ده أنا ما عملتش الحاجات دي كلها. قال له أنا سترتها عليك في الدنيا واليوم أنا أسترها عليك يوم القيامة. لما سيدنا موسى عليه السلام طلع كده عشان يدعي ربنا سبحانه وتعالى يقول له يا رب منعنا القطر والمطر فأنزل علينا الغيث، فأوحى الله إليه يا موسى إن فيكم مذنب فقل له يتوب إلى الله تبارك وتعالى. روح سيدنا موسى يقول يا جماعة منعنا القطر واللي يتوب يتوب لربنا عشان ينعم علينا، مرة واثنين وثلاثة لغاية ما طلع مرة سيدنا موسى وقومه راح أنزل الله تبارك وتعالى المطر، فاستغرب سيدنا موسى قال له يا رب يعني نزل؟ قال لقد تاب يا موسى. قال له طب مين يا رب؟ مين الراجل ده عشان أعرف؟ وإحنا حبسنا بسبب من؟ قال له يا موسى تأدب، فقد سترته عاصيا فكيف أفضحه وقد تاب بيني وبينه. نماذج كرم الله تبارك وتعالى عديدة في القرآن الكريم، على رأسها قول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ألم يقل الله تبارك وتعالى ومن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. كرم الله تبارك وتعالى لا مثيل له وصوره عديدة، لكن أردت أن أنبه على كرم الله على العاصين ليترسخ في قلوبنا، نحن من يسجد لله، نحن من يتقرب إلى الله، نحن من يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، فما بالكم بكرم الله عز وجل. ده الكافرين إذا دعوا الله تبارك وتعالى مضطرين
تقبل الله تبارك وتعالى منه. فكونوا على يقين أنكم على درجة من المودة والمحبة مع الله عز وجل. كونوا على يقين أنكم متعرضون لرحمات ولكرم الله عز وجل. نسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يعاملنا بكرمه، وأن يعاملنا بعفوه، وأن يعاملنا برحمته، وأن لا يحرمنا وإياكم من هذه الجلسات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها لنا ولكم في ميزان حسناتنا وحسناتكم يوم أن نلقى الله. وصلِّ اللهم وسلِّم وزِد وبارِك على سيدنا ومولانا رسول الله، والحمد لله رب العالمين. كنا أيها الأحبة مع هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الشافي الشيخ، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، والتي حدثنا فيها عن موضوع هذا اللقاء وهو خلق الكرم. ونحن في ختام الأسبوع الدعوي الثقافي الذي نظمته وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، في رحاب مسجد قاهر التتار بحي مصر الجديدة بمدينة القاهرة. والآن نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة من علم من أعلام الدعوة الإسلامية، وهو فضيلة الدكتور محمدي صالح عطية، مدرس علوم اللغة بكلية دار العلوم جامعة المنيا، فليتفضل. الحمد لله حمداً يقتضي رضاه ولا ينقضي مداه، وصلى الله وسلم على نبيه الذي اصطفاه واختاره لرسالته واجتباه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الكرم، وما أدراكم ما الكرم؟ الكرم يا أحبة ليس من نوافل الأخلاق في الإسلام، وليس من فروع الشريعة، إنما هو من ركائزها، وإنما هو من أعمدتها، فمن شعب الإيمان الكرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا أن أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً. كلما زاد خلق الكرم عند الإنسان زاد إيمانه واكتمل وحسن إسلامه. وكما أشار أستاذنا إلى أن الكرم من صفات الله تعالى، فالله تعالى سمى نفسه الكريم وسمى نفسه الأكرم، فالله تعالى جواد كريم يحب الكرم والجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود. وفي ذلك يقول الإمام الترمذي رحمه الله وطيب تحت الأرض ثراه: ليس في أخلاق الله شيء أحب إليه من الجود والكرم، ليس في أخلاق الله شيء أحب إليه من الجود والكرم. لكن الحقيقة أن أكثر الناس يفهمون الكرم مفهوماً قاصراً، فيظنون أن الكرم مجرد الإنفاق، أو أن الكرم أن تنفق، أن تتصدق، هذا نوع أو شعبة من شعب الكرم، لون من ألوان الكرم. إنما الكرم
صورة أوسع من ذلك بكثير. فالكرم كما عرفه علماؤنا كل ما يحمد من الصفات. ديننا يا أحبة دين عطاء، كلما زاد عطاؤك زاد إيمانك، كلما زاد عطاؤك زادت منزلتك عند الله تعالى، وكمل إيمانك وحسن إسلامك. وربنا عز وجل تعهد بالسعادة والطمأنينة والسكينة لكل كريم جواد. فقد ورد عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ما تعثر كريم إلا أقال الله عثرته. الإنسان الكريم لا يتعثر أبدا، لأن الله عز وجل يقيل دائما عثرته. وسبب السعادة الكرم، حتى إن علماء الغرب، بعض العلماء الغربيين من ألمانيا أجروا دراسة تشريحية على دماغ الإنسان، ودراسة عجيبة جدا أجروها في سنة 2017 في جامعة ميورنخ في سويسرا. مجموعة من الباحثين الألمان جابوا 50 شخص، ال50 شخص قسموهم قسمين. القسم الأول طلبوا منهم إن هم يقعدوا 30 يوم كل يوم لا يفعل شيئاً إلا إنه ينفق على نفسه، كل يوم يصرف على نفسه بس، لا يعطي لأحد مالاً. والنصف الثاني طلبوا منهم إن هم طول 30 يوم كل يوم يعطي لغيره، يعزم أصحابه، يجيب فقير يعطيه مال، وهكذا. أثناء 30 يوماً كانوا يضعون كل شخص على الأشعة المغناطيسية على الدماغ، وجدوا شيئاً عجيباً، أن الذين يعطون الناس بإعطائهم للناس يفرز هرمون يقوي نسبة السعادة في دماغ الإنسان، هرمون سموه هرمون السعادة، حتى إنهم سموا بحثهم هذا بعلاقة عصبية بين الكرم والسخاء والسعادة. نشروا نتائج عجيبة جدا جدا يفهمها المتخصصون، وتبسيطها أنه كلما زاد كرمك وسخاؤك زادت سعادتك وسكينتك وطمأنينتك. والله عز وجل قد قسم الناس في سورة الليل إذا قسمين، وأقسم على ذلك: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. يعني عملكم مختلف بين خير وشر، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى يعني الجنة فسنيسره لليسرى. هذا هو العطاء. أما القسم الثاني فهو البخل والشح والإمساك، الذي أقسم الله عز وجل أيضا عليه فقال: وأما من بخل واستغنى، استغنى عن كرم الله، استغنى عن عطاء الله، استغنى عن أجر الله، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. لأن مآله إلى التردي والهلاك، الهلاك النفسي والتردي في الحياة. لذلك ما من بخيل إلا تراه أتعس الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن البخل فقال: أدوى الداء البخل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع البخل والإيمان في قلب مسلم أبدا. لذلك الكرم ليس صفة بسيطة، إنما هي من ركائز الإسلام. يقول عبد الله بن المقفع: عود نفسك على السخاء،
واعلم أن السخاء سخاءان: سخاوة نفس الرجل بما في يديه، وسخاوته عما في أيدي الناس. إذن السخاء والكرم أوسع من أن أنت تعطي، لا مش تعطي بس، أنت تعطي وأيضا تكون قنوعا عما في أيدي الناس. لا أريد أن أطيل على حضراتكم، لكن أختم مع حضراتكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وأكرم الناس، كما أشار سعادة الأستاذ الدكتور إلى ذلك إشارة عظيمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه صفوان بن أمية حين رجع إلى قومه فقال: أسلموا فإني رأيت محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، كما قال سيدنا أنس: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً على الإسلام إلا أعطاه. الكرم يا أحبة فضيلة ما بعدها فضيلة، وركيزة ما بعدها ركيزة، لأنها أس مكارم الأخلاق وركيزة من ركائز الإيمان. كيف أدرب نفسي على الكرم؟ ثلاثة أمور: أولها كثرة ذكر الله والدعاء، لأن الله عز وجل هو الذي يرزقك سخاء النفس وكرمها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم ارزقنا مكارم الأخلاق لا يرزقها إلا أنت. الأمر الثاني أن تصاحب الكرماء وأهل السخاء والجود والعطاء، فإن الصديق يعدي. الأمر الثالث أن تلزم نفسك بالعطاء ولو قليلا، الزم نفسك من الآن كل يوم صدقة ولو بسيطة جدا، فهذا يدرب نفسك على الكرم. نسأل الله عز وجل في عليائه أن يرزقنا حسن الأخلاق. اللهم خلقنا بمكارم الأخلاق، لا يهدي لمكارم الأخلاق إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكرا لفضيلة الدكتور محمدي صالح عطية، مدرس علوم اللغة بكلية دار العلوم جامعة المنيا، على هذه الكلمة الطيبة المباركة التي حدثنا فيها عن الكرم، وهو موضوع هذه الجلسة وهذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي هو ختام للأسبوع الثقافي الدعوي الذي نظمته وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد قاهر التتار بمدينة القاهرة. أيها الأحبة، روي عن الإمام الشافعي أنه قال: إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس واعلم بأنها تتقلب، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت، ولا البخل يبقيها إذا هي أدبرت. عليك بالجود وعليك بالكرم، واستمتعنا بكلمات العلم من تلك الكوكبة من الأساتذة علماء الدعوة في بلادنا الحبيبة مصر. نصل الآن إلى مسك الختام، نصل إلى الدعاء، إلى الابتهال مع فضيلة المبتهل الشيخ أحمد راشد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا واحفظ مصرنا وسائر بلاد المسلمين يا خير خلق الله طاهر
مثل شمس في ضحاها خير خلق الله طه مثل شمس في ضحاها هذه الدنيا نراها في ضياء من محمد صلى الله على محمد صلى الله وسلم سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الأدعية والابتهالات، قدمها لنا فضيلة المبتهل الشيخ أحمد راشد، وقد كانت ختاماً لهذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي نظمته وزارة الأوقاف في الأسبوع الثقافي وفي ختام الأسبوع الدعوي الثقافي، برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيها الأحبة، ونحن نختتم هذا الأسبوع الثقافي على أن نلتقي بحضراتكم في مسجد آخر من مساجد مصر العامرة، حيث تنظيم وزارة الأوقاف للأسابيع الدعوية الثقافية التي تنشر الثقافة وتنشر وسطية ديننا الإسلامي السمح الحنيف. أيها الأحبة، كان معنا قارئاً اليوم فضيلة القارئ الشيخ الدكتور ماهر الفرماوي، ومبتهلاً فضيلة المبتهل الشيخ أحمد راشد، ومن علماء الدعوة الإسلامية من السادة المتحدثين فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الشافي الشيخ، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، وفضيلة الدكتور محمدي صالح عطية، مدرس علوم اللغة بكلية دار العلوم جامعة المنيا. أيها الإخوة المؤمنون، حضر معنا هذا اللقاء كوكبة من علماء ومفكري وزارة الأوقاف، تقدمهم فضيلة الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور منتصف محمود عبد المهيمن مدير الإدارات بمديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ عبد العزيز البنا المفتش بإدارة مصر الجديدة، وفضيلة الشيخ أحمد علم الدين المفتش أيضاً. نوجه الشكر إلى جميع العاملين في مسجد طاهر التتار على حسن التنظيم، وقد حضر معنا فضيلة الشيخ مبروك طلبة إمام وخطيب مسجد طاهر التتار. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.